البرلمان يعلق جلسته إلى الاثنين القادم ويبحث طلبا برلمانيين بسحب ثقة من الحكومة. كوفيتش من الرباط يؤكد دعم الأطراف الليبية وصولا لانتخابات 24 من ديسمبر. روى جمعت قبيلتي ورفلة ولاد سليمان ومنها أعلنتا مجموعة من الثوابت الوطنية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة 4 من قناة ليبيا وتتابعون فيها أيضا. تاورغاء تحتج على قرار إنشاء منطقة حرة داخل الحدود الإدارية للمدينة ووقفة احتجاجية بالخصوص. حياكم الله. أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق تعليق جلسة المجلس إلى الأسبوع القادم لمناقشة طلب 45 عضوا لسحب الثقة من الحكومة، مبينا أنه وفقا للمادة 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014 سيتم مناقشة طلب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بعد 8 أيام من تقديمه. تم في جلسة اليوم أيضا الإعلان عن تقدم 45 نائبا بطلب سحب الثقة من الحكومة، ووفقا للمادة 194 من القانون رقم 4 لسنة 2014 فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام، وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع المقبل بمشيئة الله. يشار إلى أن جلسة أو إلى أن مجلس النواب عقد جلسته أمس في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح لتقييم ردود الحكومة حول بنود الاستجواب. هذا وتتفاوت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد لسحب الثقة عن الحكومة من عدمها في ظل إجابات حكومية وصفت بغير المقنعة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. الجلسة السابقة تم استجواب الحكومة. كما كان مقررا عقد مجلس النواب جلسته اليوم في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح لتقييم ردود حكومة الوحدة الوطنية على استجواب النواب واللجان البرلمانية المتضمن كما كبيرا من الأسئلة والاستفسارات إثر شكوك دارت حول أداء الحكومة، خصوصا في ظل أزمات بعضها متوارثة من عهد حكومات ماضية وأخرى جديدة لم تلقى حلولا أو حتى مشاريع حلول. رئيس المجلس أشار في كلمته الافتتاحية في الجلسة أن الاستجواب أي مواجهة الحكومة بالتقصير والقصور حق لكل نائب، وهو ما حدث خلال الجلسة السابقة بحضور دبيبة، موضحا أنه في حالة عدم الاقتناع بإجابات الحكومة يتم البحث في أمر سحب الثقة إذا ما طولب بذلك من أغلبية أعضاء المجلس، وهو ما لم يحصل حيث اتفق 45 عضوا فقط على حجب الثقة عن الحكومة. وفعلا حضرت الحكومة جلسة الاستجواب. القانون يقول يعني بعد إتمام عملية الاستجواب يتقدم عدد من النواب بطلب سحب الثقة. تم هذا الأمر وتقدم عدد 45 نائب بطلب سحب الثقة من الحكومة، لكن المشرع أيضا باقي الإجراءات نص عليها في المادة 194 من اللائحة التي تقول الآتي: إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة، وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء عدة مستقيلة. نقاشات كثيرة دارت تحت القبة أبرزت نقاط الضعف في أداء الحكومة خلال الستة أشهر الماضية في عدة ملفات، أبرزها ملف كورونا والكهرباء وتوحيد المؤسسات والنفقات وغيرها، مطالبين بإعادة استجواب عدد من الوزراء. في المقابل شدد بعض الأعضاء على أن الوقت غير مناسب لأي زعزعة وعدم استقرار للحكومة، مبررين ذلك بانعكاسه السلبي على إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وهو ما لن يقبله الشعب الليبي الذي من فك ينادي بضرورة الالتزام بتاريخ 24 من ديسمبر. نطالب برئاسة مجلس النواب باستدعاء وزيرة الخارجية للمثول أمام مجلس النواب. هذه نقطة. طبعا نحن لدينا تساؤلات موجهة لوزارة الخارجية
خاصة فيما يتعلق بالجدل السائر بين الرئاسي ووزارة الخارجية. نحن ماذا قدمنا للحكومة؟ في أشياء أحيانا في تراكمات قديمة، في أشياء قطاعات الدولة مهتلية، لا نطلب من الحكومة في 3 أشهر أن هي بتصلح من وضعية الدولة. خاصة نحن لم نعتمد الميزانية، وهذا عدم اعتماد الميزانية معناه راو تلكوا اللي صار 4 شهور ولا 5 شهور توا، هذا التلكو لا مبرر له. بجلسة واحدة اكتفى أعضاء البرلمان ببحث ردود الحكومة وطاقمها الوزاري وأجوبتهم على الاستجواب الأخير، مؤجلين نقاش سحب الثقة إلى جلسات قادمة، ومعلنين تعليق الجلسة إلى يوم غد لفتح ملف جديد عنوانه قانون الانتخابات التشريعية. بحث المجلس الرئاسي في لقاء جمعه برئيس الحكومة ملفي الانتخابات القادمة والمصالحة الوطنية والسبل الكفيلة بإنجاحهما، كما استعرض اللقاء نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الوزراء ورئيس أعضاء المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية. جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هرندل دعم بلادها لجهود حكومة الوحدة الوطنية لإجراء انتخابات 24 ديسمبر في موعدها المحدد. جاء ذلك خلال لقاء جمعها في طرابلس أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة، بحث فيه المصالح المشتركة بين البلدين والمسائل المتعلقة بتغير المناخ والاستقرار الإقليمي وفق تغريدة لهرندل. إلى ذلك بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القضايا المتعلقة بالشباب وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية ودورهم في تعزيز عملية المصالحة الوطنية، وذلك خلال لقائه وفدا من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي، حيث أكد دعمه لهم واهتمامه البالغ بهذه الشريحة والتي ينتظر منها الكثير ويعول عليها في التنمية وإرساء المصالحة الوطنية. أكد المبعوث الأممي يانكوفيتش خلال لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، أكد أن العملية السياسية في ليبيا ستؤدي إلى مؤسسات وسلطات جديدة قوية وشرعية. بوريطة من جهته شدد خلال مؤتمر صحفي جمعه بكوفيتش عقب اللقاء على ضرورة العمل على التقدم الذي تم إحرازه في عدة جوانب من الملف الليبي بهدف إنجاح انتخابات ديسمبر، مؤكدا دعمه للأطراف الليبية والأمم المتحدة بالخصوص. جهود متواصلة تبذلها البعثة الأممية في ليبيا ودول الجوار الليبي لدعم الاستحقاق الانتخابي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات وضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر القادم. المزيد في هذا التقرير. لقاءات مكوكية لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يانكوفيتش حول أهم الملفات في الساحة الليبية التي شددت على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ومواصلة العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، كان آخرها لقاء جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال زيارته للرباط، أكد خلالها الأخير أن دعم الأمم المتحدة باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق المجهود الدولي لحل الأزمة هو أحد ركائز موقف الرباط من الأزمة الليبية. بوريطة شدد على حرص بلاده على التنسيق مع الأمم المتحدة وخلق تكامل بين المجهودات الأممية والمملكة المغربية لحل الأزمة. جاء ذلك بعد ملتقى لدول الجوار الليبي في الجزائر جمع مع الدولة المضيفة دول الجوار وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والذي شدد على اهتمامه بديمقراطية البلاد ووحدتها والاتفاق على تنسيق الجهود الجماعية وضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخريطة الطريق من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وتوحيد المؤسسات. إذن هي مؤشرات إيجابية من قبل دول الجوار لحلحلة الأزمة وتمهيد الطريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، آمال كبيرة من قبل دول الجوار عامة والليبيين خاصة
لقرب انفراج الأزمة الليبية وعودة البلاد إلى حالة من الاستقرار تسمح للمواطن بأن يتنفس الصعداء بعد طول انتظار. تأكيدا للحمة الوطنية وإبرازا للأخوة التي تجمع بين القبائل الليبية عامة وبين قبيلتي ورفلة وولاد سليمان خاصة، احتضنت بلدية هراوة ملتقى جمع وفدين من القبيلتين في دلالة على اهتمامهما بالحفاظ على وحدة النسيج المجتمعي للبلاد. البيان الختامي لملتقى القبيلتين شدد على العديد من الثوابت الوطنية. أبرز ما ورد في بيان ملتقى قبيلتي ولاد سليمان وورفلة نتابعه في هذا التقرير. تأكيدا لأواصر العلاقة التاريخية بين قبيلتي ورفلة وأولاد سليمان وتجسيدا لعمق النسيج الاجتماعي بينهما بما يخدم الوطن ويعزز وحدة ترابه وسيادته، التأم بمنطقة هراوة ملتقى القبيلتين تحت شعار معا لأجل الوطن. الملتقى أكد على وحدة التراب الليبي وعدم قابليته للتجزئة تحت أي ظرف وبأي وسيلة ومهما كانت المبررات والذرائع، ورص الصفوف لاستعادة سيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإعلاء شأنها على كافة الأصعدة. كما شدد الملتقون على رفضهم المطلق للتدخل الأجنبي بكافة أشكاله وضرورة إخلاء تراب ليبيا من كافة المرتزقة الأجانب تحت أي مسمى. ملتقى قبيلتي ورفلة وأولاد سليمان أضاف في بيان له أن ليبيا لن تتعافى إلا بالمصالحة الوطنية الحقيقية الخالية من كل الشوائب، مؤكدا دعم مؤسساتها وكافة الجهود المبذولة لتحقيقها. وتجسيدا لذلك فقد شرعت القبيلتان في حل المختنقات بينهما من خلال لجان مشتركة من الطرفين كلبنة أساسية لذلك، مرحبتين بما تحقق من إفراجات لبعض الأسرى والمساجين ومشددتين على ضرورة إخلاء سبيل كافة المغيبين في وطنهم عن أهلهم وذويهم خاصة من صدرت أحكام قضائية بشأنهم، وعلى عودة المهجرين قصرا بالداخل والخارج وحلحلة كافة مشاكلهم، وأنه بدون ذلك لا مجال لتعافي ليبيا وتفريج كربة أبنائها في كل مكان. كما رحب الملتقى بصدور قانون الانتخابات الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، مذكرا أنه لا بديل عن سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات التي تضمن الحقوق وترعى الحريات، وهو ما يتطلب إنجاز القاعدة الدستورية كأساس للعملية السياسية المرتقبة في أقرب وقت. ملتقى قبيلتي ورفلة وولاد سليمان الملتئم بمدينة هراوة سادته روح مفعمة بالمحبة والإخاء والحرص على بناء جسور العلاقات المتينة بين القبيلتين العريقتين والمساهمة بإيجابية في دعم المصالحة الاجتماعية بين كافة الأطراف الليبية بإرادة وطنية تستلهم تاريخ الآباء والأجداد الذين رووا تراب الوطن بدمائهم، منطلقين من أواصر الأخوة التي تجمع قبيلتي أولاد سليمان وورفلة عبر التاريخ ماضيا وحاضرا ومستقبلا. عقدت مبادرة الوطن بالجميع اجتماعها التأسيسي الأول بحضور عدد من الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية المستقلة، والتي أكدت على أهمية المحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وعلى تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كوسيلة للتغيير السلمي. نتابع تقرير نداء عليان. في إطار التحضير للمشاركة في انتخابات 24 ديسمبر، عقدت مبادرة الوطن بالجميع الاجتماع التأسيسي الأول في العاصمة الأردنية عمان بحضور عدد من الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية المستقلة. إفراز نخب برلمانية قادرة على الوصول بالبلاد إلى الاستقرار والسيادة وتوحيد الرؤى الوطنية هو الهدف من هذه المبادرة بحسب القائمين عليها، إذ أكدوا التزامهم بالسعي لبناء دولة حرة مستقلة دون أي تأثير خارجي. نحن المواقعين على هذا الإعلان كيانات وأحزاب ومستقلين نؤكد التزامنا بالمبادئ التي شاركنا في صياغتها في إطار مبادرة الوطن بالجميع، وإننا سنعمل جاهدين من أجل الالتزام بها والعمل الحثيث
لإنجازها بالتعاون والتنسيق مع كل القوى الوطنية التي تشاركنا نفس الرؤية وتسعى لتحقيق نفس الأهداف متمثلة في بناء ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تتيح لكل أبنائها سبل العيش الكريم في تساوي للفرص وإدارة عادلة للثروة وترسيخ نظام حكم محلي رشيد والتأسيس على كل جهد مخلص لبناء الدولة الليبية بإرادة الليبيين الحرة. ودعا الموقعون على المبادرة الشعب وممثليه إلى تحقيق مشاركة مثالية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والالتزام بمبادئ مبادرتهم وأبرزها المحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها. فإننا ندعو كل أبناء الوطن إلى الانضمام لها والتعاون في وضع خطة عمل كفيلة بإنجاز ما ورد بوثيقة المبادئ موضوع هذا الإعلان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بإذن الله في 24 ديسمبر 2021. وأجمع المبادرون على ضرورة الشراكة في بناء دولة المؤسسات بما يحقق التداول السلمي للسلطة عبر احترام إرادة الشعب وخياراته من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتفي معها أساليب المغالبة والإقصاء والمحاصصة المعززة للانقسام. بحضور عضو مجلس النواب ابتسام الشعافي أقام أهالي مدينة ورغاء وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب على خلفية قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن إنشاء منطقة حرة داخل الحدود الإدارية للمدينة، حيث تم اتخاذ هذا القرار دون التنسيق معهم على حد قولهم. نرفض رفضا قاطعا القرار الصادر عن رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية رقم 175 لسنة 2021 بشأن إنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة والتي تسمى المنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراتة، حيث قامت بتخصيص أرض تورغاء لصالح المنطقة الحرة والتي تمتد من قصر أحمد حتى منطقة الهيشة بوغرين ومن ساحل البحر المتوسط حتى الطريق الساحلي، وهي تضم منطقة تورغاء القديمة بما فيها من مساكن وأشجار ونخيل وأودية، وكذلك تضم مساحة كبيرة من الأرض البرية التي يستغلها الأهالي في الزراعة الموسمية على مياه الأمطار والتي تعرف بالوديان، وكذلك تضم الشريط الساحلي والذي يعد متنفس لأهالي تورغاء على البحر في فصل الصيف، أسوة بكل المدن الليبية الواقعة على البحر، علما بأن أهالي تورغاء يملكون هذه الأرض بحجة رسمية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أحد منسقي الاعتصام السيد فتحي خميس. مساء الخير سيد فتحي. أهلا بك. بداية هل لك أن تطلعنا على أبرز مطالبكم في هذه الوقفة وفي هذا الاعتصام؟ أولا أهلا وسهلا بك وفي كل المستمعين في كل مكان في ربوع ليبيا إن شاء الله يا رب. أهلا بك. طبعا أمس كانت الوقفة الاحتجاجية، طبعا كما ذكر تقريركم الموقر، هي كانت ضد قرار رئاسة الوزراء الصادر 75 الصادر في 2021 أولا بتخصيص 21 بخصوص تخصيص المنطقة أو أرض تورغاء للمنطقة الحرة بعدم التنسيق مع أهلها أصلا. نعم. طبعا هذا إجراء لم ترضى به أهالي تورغاء في كل مكان صراحة بالسلط، وهذا ما خلى كل الناس تشن غضب على رئيس الوزراء، لابد أن ترجع في هذا القرار إلى أهل تورغاء وليس الجهات الإدارية طبعاً مفروض يكون التنسيق مع أهل تورغاء بالكامل مع أعيان ومشايخ وقبائل ومشايخ. لم يتم التواصل أبداً سيدي صحيح؟ يعني هل تحققتم من هذه النقطة من خلال مشايخ أو النواب أو ممثلي المنطقة؟ لم يتم التواصل معهم أبداً؟ لا إلى الآن، والآن الآن تظاهرة مثلت كل أو وقفة احتجاجية مثلت كل شرائح المجتمع التورغي. نعم نعم. من حكومة من مشايخ من أعيان كلهم الآن موجودين في التظاهرة وكلهم الآن متصلين. جميع الممثلين. طبعا الوقفة سببها ومطلبها واضح وصريح هو رفض هذا القرار صحيح؟ تماما في ليلى. طيب. هذا كان واحد من متطلبات الوقفة الاحتجاجية. ما هي المطالب الأخرى سيدي؟
المطالب الأخرى طبعا بالفعل التي نطالب فيها الحكومة أو الصندوق على أعمار دورنا بس أعطي فرصة لكل مواطن يرجع للتعويض العادل لأهل دورنا جميعا طبعا. نعم. حتى هو هذا مطلب الاستقلال الإداري مطلب من مطالب الأمس اللي رفع في هذه الوقفة الاحتجاجية. نعم. النايب عن دائرة دورنا طبعا موجود الآن في النواب والله يمثل أو كلمات التي ذكرت في اللقاءات الأخيرة مع رئاسة الوزراء ليس لشخصة بل لكل تورغي هي حقوق كل من الآن يقول هذا الكلام بالكامل. يعني جميل هذا التكامل ربما ليس بموقع ولا المناسب ولكن هذا التناسق والتكامل بين جميع فئات طورغاء جميل جدا كصورة. سيد اسمح لي أن أسألك يعني هل تم التواصل معكم؟ هل هناك أي ردود تلقيتموها من أي جهة كانت؟ لا إلى الآن لا تجاوب. لا في تجاوب بكذا ولكن نتساءل خير. نعم. في رئاسة الوزراء أو في الحكومة الليبية طبعا أمس كان اللقاء جميل جدا جدا مع المستشار عقيل الصالح قابلنا المستشار عقيل الصالح ووصلنا له المطالب وكان قبول لرحب بأهل تورغة وكان مناصف لهذه المطالبات الشرعية يعني هي مطالب عادلة شرعية كما ذكر صحيح فهذه حقوق. نعم. هذه حقوق لابد أن تورث الأرض طبعا أرض تورث كلها أهل تورث كلهم الأعمار هو رجوع لما نقول أعمار معناه رجوع عن الناس لأن الناس ما ترجعت بدون تعويض بدون جبر الضرر أنا يكلف حتى المبلغ اللي يذكر في الإعلام ويدعم لا يكفي لأن الواحد يعني سيدي أود أن أسألك سؤال ربما إنشاء منطقة حرة داخل المدينة دون مشاورتكم هذه مشكلة ولكن إن تم إطلاعكم على فوائد مثل هكذا منطقة ربما ستعود بالنفع الكبير على طورغاء وأهلها ممكن أن يكون لها أثر في موضوع التنمية الاقتصادية في المنطقة فهل الفكرة بحد ذاتها مرفوضة؟ سواء تم النقاش معكم أم لا أما أن الأسلوب يعني غض النظر عن التفاوض والحديث مع أهل مع أصحاب الأرض قبل أن يتم طرح هكذا مشروع لا يختلف نحن مواطنون ليبيين نعم الدولة الليبية يحق لها أن تنشئ أي مشروع لأي منطقة ولأي بلدية داخل ثاني إذا كان الدولة الآن أتعب بها المشروع قدمات لأهل تورغة استفادوا من أهل تورغة جميعا نفس المشروع نعم. شافوا فيه الفائدة اللي تعود لهم سواء بعمل اقتصادي سواء بإنزال مشاريع أخرى حيكون طلب لأهل تورغة بالفعل أهل تورغة هو أن المشروع يكون فائدة لهم سيكون ضبطة ولكن الآن لابد يكون لأهل تورغة الاختصاص لأهل تورغة الشيرة في الموضوع وبعدين احنا الموضوع هو المشاريع مش واضحة عندنا أصلاً. نعم سيدي. أنا دور مش واضح المشروع هو اللي بيقام على الأرض هذه لأن يخلق هذه أرض الناس نحن في فترة الصيف نكون على البحر كلنا طريقنا هذه مستمرين عليها. طيب. الناس الآن في المنطقة القديمة الأموال الوديان والأموال هذه كلها إذا كان المشروع يحقق إنزال لأهل تورغة وفي فائدة لأهل تورغة ولا يضر بالبيئة ولا يضر بالهواء والتلوث حيكونوا تورغا اكيد مستقلين لان حيستفيدوا من الاعمال بكل تاكيد حيستفيدوا من تطور المنطقه بكل الوسائل الاخرى بكل تاكيد. السؤال الاخير لك سيد فتحي هل هناك خطوات تصعيديه في الايام القليله المقبله في حال عدم التجاوب لمطالب هذه الوقفه؟ هذه اكيد نحن لا ندافع عن وطن دافع ليبيا كلها وطننا هذه حندافع عنها كلنا ليبيا لكن الان بالخصوص تورغا احنا نقولوا انبوع الحياه نعم انبوع الحياه لما تقول انبوع الحياه يا اما تعيش يا اما تموت ومش تو حتى اولادك نعم. هذه رساله موصلها لكل مسؤول نعم انا الان ما نبحثش على شخص نبحث على مسؤول الدوله الليبيه اي تورغي اذ لم يكون بهالارض حر مرفوع الراس مطالباته زي اي اللي في طرابلس اللي في بنغازي نعم. الاهل الموجودين عداله نعم سيدي اذا للجميع نعم هذه رساله للجميع قلنا ومع الدوله الليبيه من نعم. اجل حق كل ليبي نعم بكل تاكيد كل مهجر كل ذو حق ياخذ حقه اذا نحن معه
نعم سيدي، أشكرك جزيل الشكر السيد فتحي خميس أحد منسقي الاعتصام، شكرا، وصلت الرسالة وجهودكم بإذن الله ومطالبكم ملبى بأقرب وقت، شكرا جزيلا سيدي. دعت عضو مجلس النواب ابتسام الشعافي خلال وقفة احتجاجية نظمها حراك ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مجلس النواب بشأن تلبية حقوقهم، دعت إلى ضرورة النظر في معاناتهم، هذا وشكى المحتجون من نقص المعدات والمستلزمات الطبية ناهيك عن تهميش المرأة حسب قانون التضامن، مطالبين بسحب الثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة صندوق التضامن الاجتماعي لعدم متابعتهم وحلحلة المختنقات التي تواجههم. اليوم المشهد اللي قاعد يصير اليوم، الناس قاعدة من الشرق ومن غرب وجنوب تبي تتكلم عليه، مأساتها بالمستندات يا سيد دبيبة، بالناس تعاني، نساء قاعدة على الكراسي وكراسي جايين بطريقة الفساد. اليوم المشهد المعاقين هم اللي يردوا عليك في إنه في مشاكل، في فساد، في ناس مستضعفة اليوم قاعدة منسية من السياسيين. اليوم قاعدين دايرين وقفة احتجاجية، كل طلباتهم فقط اللي هي حقوقهم لن تتحقق إلا بتغيير الأسماء الموجودة، تغيير صندوق التضامن الاجتماعي، تغيير وزير الشؤون الاجتماعية، لأن المرأة في القانون أو نقول في التضامن ظلمت. نحن نعاني من تهميش، نعاني من نقص في المعدات الطبية بصفة عامة، أيضا مشكلة البنت بعد يموت والدها يتم يرفع عليها مرتبها اللي نعانوا منها اخرى، ان نعانوا من غياب اللي او من طالبه الاعانه المنزليه. الهدف من الوقفه الاحتجاجيه هي سحب الثقه من وزاره الشؤون الاجتماعيه وصندوق وهيئه صندوق التضامن الاجتماعي بخصوص وضع الاشخاص ذوي الاعاقه الذين يعانوا من مشاكل في ليبيا بعدم توفير الخدمات وضعف الأداء من هيئة صندوق التضامن الاجتماعي. اندلع حريق يوم أمس في مخيم لنازحي تاورغاء في مدينة بنغازي بحسب ما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، وأوضح المكتب أن الحريق تسبب بترك العائلات دون مأوى. إلى ذلك قام مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين بتوزيع مستلزمات النظافة ومواد الإغاثة وأطقم المطبخ على الأسر المتضررة. بحث وزير الداخلية خالد مازن مع الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن ستوك ملف القضايا الأمنية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الفساد. الطرفان ناقشا خلال الاجتماع التعاون بين الوزارة والانتربول لتنفيذ العمليات الأمنية وأهمية التنسيق المستمر في هذا الصدد. كشف الممثل الأعلى لشؤون الخارجية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل عن طلب ليبي واضح لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لجنوب ليبيا، يتمثل في استخدام بعثة الاتحاد الأوروبي في المساعدة الحدودية بغية الربط بين إدارة الحدود والأمن وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية. بوريل، ووفقا لما كتبه في مدونة خاصة به بعد زيارته الأخيرة إلى ليبيا، أكد أن الاتحاد سيتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا من خلال نهج أكثر توازن وحماية المهاجرين غير القانونيين. التقى اليوم جمع يضم كل مكونات الجنوب الليبي في سبها في وقفة من أجل إطلاق سراح المساجين من أنصار النظام السابق والذين لا يزالون يعانون الأمرين في السجون. هذا وحث المجتمعون في بيان حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب على إطلاق سراحهم فورا ودون شروط، إيمانا منا بأنه لا سبيل لتضمير جراح الوطن وإعادة استقراره إلا بالمصالحة الوطنية الجادة والشاملة والتي لا تتأتى ولا يمكن تحقيقها فعليا إلا بإغلاق ملف السجناء السياسيين وطي صفحة الماضي بكل آلامه وجراحاته. فقد استقبلنا بارتياح كبير الإفراجات التي تمت مؤخرا عن بعض السجناء السياسيين من رموز النظام السابق
إلا أننا نرى بأن هذه الخطوة على شجاعتها وأهميتها تظل منقوصة وغير كافية، وذلك لعدم شمولها لباقي السجناء السياسيين. ناقش اجتماع موسع عقد في مكتب الجمارك بمنفذ غدامس البري، ضم اللجنة المكلفة من مركز إدارة المنافذ بوزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ، إضافة إلى وفد من وزارة المواصلات. ناقش عددا من المختنقات التي تعيق العمل بالمنفذ وإيجاد حلول لها، وذلك في إطار الاستعداد لإعادة تفعيل المنفذ الحدودي مع الجزائر بناء على التفاهمات التي جرت بين مسؤولين من الدولتين خلال الزيارات المتبادلة بين طرابلس والجزائر في الأشهر الماضية. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا ياسين الحطماني. هنا من أمام منفذ دبداب الحدودي الذي يعتبر من أهم منافذ البرية الذي يربط ليبيا والجزائر، ما زال مقفلا منذ 8 سنوات. هي 8 سنوات متواصلة ما زال منفذ غدامس الحدودي يعاني من الظروف الصعبة، وخاصة الإغلاق المستمر وضعف الإمكانيات المتوفرة بالمنفذ. وفي ظل المساعي لفتح المعبر البري، عقد بمكتب الجمارك بالمنفذ اجتماعا موسعا ضم كل من اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ ووفد من وزارة المواصلات. بناء على تعليمات وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لرئيس مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لفتح منفذ غدامس البري، وبناء على تعليمات رئيس المركز توجهنا لمنفذ غدامس البري وقمنا بجولة تفتيشية للوقوف على الاحتياجات. تم الاجتماع مع مدير عام منفذ غدامس البري والأجهزة الأمنية والأجهزة العاملة داخل المنفذ للوقوف على الاحتياجات لفتح المنفذ. تم فيه مناقشة عدد من المختنقات التي تعيق العمل بالمنفذ والوقوف على آخر الاستعدادات والإمكانيات المتوفرة. ويأتي هذا الاجتماع بناء على تعليمات من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية لبدء العمل به قريبا. هذا الاجتماع جاء بناء على اللجنة القرار تشكيل لجنة لبحث ودراسة كل المختنقات اللي تعاني بها منفذ غدامس. خاصة منفذ غدامس له مدة طويلة كان مغلق لاعتبارات مختلفة، لكن اليوم إن شاء الله بوجود هذه اللجنة طرحت جميع الإشكاليات والمشاكل، وإن شاء الله اللجنة حتاخذ بين الاعتبار كل هذه الاهتمامات والانشغالات حتى يتمكن من إعادة تفعيل المنفذ إن شاء الله في القريب في المدة القريبة، وتسهيل حركة تنقل تجاري بين إخواننا الجزائريين وليبيا إن شاء الله. وتأتي هذه الخطوة لإعادة تفعيل المنفذ الحدودي مع الجزائر بناء على التفاهمات التي جرت بين ليبيا والجزائر خلال الزيارات المتبادلة في الأشهر الماضية. قال المتحدث الرسمي باسم مركز العزل السري الجفرة والدانا السنوسي دوما لقناتنا إن هناك نقصا حادا ونفادا بكمية مخزون الأكسجين الخاص في المركز. يوجد في مركز العزل السريري خزان للأكسجين مسافة 5000 لتر استنفد من حوالي أسبوعين، وأيضا يوجد عدد 200 أسطوانة استنفدت بالكامل. في اليوم في اليومين الماضيين تم استجلاب عدد 100 أسطوانة من مدينة سبعة بأحد المصانع الخاصة بالأكسجين بقدر سعر الأسطوانة 60 دينار. استنفدت ايضا الكميه هذه يوم الاحد الماضي في اقل من 24 ساعه. تم استجابه يوم السبت عند الساعه 11 مساء، استنفدت بعد صلاه المغرب الساعه 8 مساء استنفدت 100 اسطوانه. معدل استهلاك الاسطوانات كل 4 حالات يتم استهلاك 10 اسطوانات في معدل اقل من ساعه ونصف. وفيما يتصل باهتمام وزارة الصحة في المدينة، أوضح دوما أن وزير الصحة لم يقم إلى حد الآن بزيارة إلى منطقة الجفرة أو المركز، مشيرا إلى أن توفير الأكسجين بخزان المركز من المفترض أن يكون في الأيام القادمة. بالنسبة لتوفير الأكسجين المساعد من المفترض اليوم أو غدا سيتم توفير أكسجين مسال خاص بخزان المركز العسكري جبر بيوتان. وأيضا في الأيام القليلة الماضية حسب ما أفاده حسب الإفادة من مدير مركز العسكري جبر ومن
الوعود التي قدمها وزير الصحة بأنه في الأيام القليلة الماضية القادمة سيتم تخصيص وتوفير مصنع الأكسجين الخاص في مركز العزل السريري جبرة بوسان. كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 16 وفاة و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 326,370 حالة، والوفيات إلى 4,457 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، حسب ما ذكر المركز في تحديثه للوضع الوبائي في البلاد. أفادت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا في جدابية بتسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس أمس، وأضافت اللجنة في بيان عبر صفحتها بالفيسبوك أن مختبرها المرجعي استقبل 87 عينة أظهرت النتائج سلبية 58 منها. نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومنتدى أحياء ليبيا ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي اليوم ورشة عمل بعنوان الثقافة مشاريع ومقترحات وأمل. هذا وناقشت الورشة مجموعة مشاريع ومقترحات للتعاون في إطلاقها وإنجاحها في سبيل نشر الثقافة والوعي المجتمعي وتسليط الضوء حول الموروث الثقافي والتاريخي والأثري والمعرفي، وذلك بمشاركة مدير إدارة التدريب بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة صلاح العبار ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي محمد بغرارة وشخصيات مهتمة بهذا الشأن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. ليبيا ومالطا تبحثان عودة حركة النقل الجوي بين البلدين وإمكانية استئناف منح التأشيرات. أهلا بكم من جديد. شارك وزير الاقتصاد والنفط محمد الحويج ومحمد عون في حلقة نقاش مع الجانب الأمريكي حول تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار الموقع في واشنطن سنة 2010. وأعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند الذي أدار اللقاء عبر الدائرة المغلقة عن رغبة بلاده في تفعيل هذه الاتفاقية التي وقعتها مع ليبيا و46 دولة أخرى في أنحاء العالم. كما تم الاتفاق على ترتيب تقديم المعلومات اللازمة لتفعيلها واللقاء مرة أخرى نهاية شهر سبتمبر الجاري. بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا عودة حركة النقل الجوي بين البلدين وآلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط الجوية المالطية. كما ناقش الاجتماع الذي عقد أمس بوزارة المواصلات في طرابلس إجراءات التطعيم الإلزامي ضد كورونا والاستعدادات الجارية لاستئناف منح التأشيرات لمواطني البلدين وفق الحساب الرسمي للوزارة عبر فيسبوك. أكد مدير مطار معتيق الدولي لطفي الطبيب لقناتنا أن الموقع الرسمي الوحيد للمطار هو المركز الإعلامي لمطار معتيق الدولي، نافيا وجود أي مصادر رسمية أخرى. يأتي ذلك على خلفية خبر نشر على صفحة مطار معتيق على فيسبوك تفيد بمنع السلطات التونسية من دخول حاملي جواز السفر الليبي إلى أراضيها رغم استيفاء الشروط الخاصة بالبروتوكول الصحي. الموقع الرسمي
لمطار معتيقة الدولي هو المركز الإعلامي لمطار معتيقة الدولي. هذا هو المركز، هذا هو الموقع الرسمي لمطار معتيقة. لما الموقع الذي قام بنشر الخبر لا ليس له علاقة بمطار معتيقة، فهو شخص يتعامل مع الشركات ويقوم بإدراج الجداول، جداول الرحلات وبعض الأخبار التي تحصل عليها من الشركات. فلهذا ليس لنا علاقة بهذا الخبر، ولا ونحن ننفي ونفينا في موقعنا الرسمي أن أي علاقة لنا بهذا الخبر. أفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية طبرق صلاح فؤاد بانعقاد اجتماع ضم عميد البلدية وأمير منطقة طبرق العسكرية مع عدد من الخريجين المعتصمين على رصيف ميناء الحريق النفطي، وذلك للمطالبة بتعيينهم وتوظيفهم. هذا ومنع المعتصمون الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 240 شخصا النقلة النفطية نيكالا بي التي كان من المفترض أن يتم شحنها بمليون برميل نفط لإيطاليا. يذكر أن الخسائر الناجمة عن الاعتصام الذي دخل يومه الخميس قدرت ب 25 مليون دولار يوميا تتحملها الدولة الليبية. كان هنالك اجتماع هام عميد بلدية طبرق السيد فرج بوخطلبية وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة مع عدد من الخريجين المعتصمين على رصيف ميناء الحريق النفطي من مدة حوالي 5 أيام، ومنعهم لدخول ناقلة نفطية من المزمع أن تشحن مليون برميل في طريقها إلى إيطاليا. المعتصمون طالبوا بسرعة تعيينهم، ولكن الحقيقة آمر منطقة وعميد بلدية تحدثوا مع هؤلاء المعتصمين، ومن حقهم الاعتصام أو من حقهم التعيين وليس إغلاق الميناء، لأن الميناء يعتبر يعني قوت الليبيين جميعا. طالب منهم إعطاء فرصة والسماح للدخول هذه الناقلة، وهنالك إجراءات ستتخذ مع المؤسسة الوطنية النفط اللي تتعاون تعاون كبير، وأيضا جهاز حرف مسائلات النفطية. الآن هنالك مشاورات إن شاء الله مساء اليوم، وستظهر نتيجة الخريجين هل سيسمحوا بالناقلة بالدخول أو مواصلة منعهم للناقلة من شحن مليون برميل من الحريق النفطي في طبرق. أعربت بلديات بنغازي الكبرى المتمثلة في سلوق وجمينس والأبيار إضافة إلى توكرا والمليطانية في بيان لها، أعربت عن تأييدها ودعمها لقرارات الحكومة القاضية بنقل الاختصاصات إلى السلطات المحلية في البلديات، داعية إياها ووزارة الحكم المحلي إلى المضي قدما في هذا العمل، كما أبدت استغرابها من مساءلة الحكومة بالخصوص. إن بلديات بنغازي الكبرى المتمثلة في بلديات بنغازي سلوب جمينس أبيار توكرة البريطانية تؤيد وتدعم قرار نقل الاختصاصات البلديات وتدعو حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الحكم المحلي إلى مضي في هذا العمل من أجل ترسيخ الحكم المحلي، وتشد على يد حكومة الوحدة الوطنية وتعرض من ثياحها لما صدر من القرارات فيما يتعلق بنقل الاختصاصات ونقل الإيرادات المحلية، وتعي جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي بشان هذه القرارات. انطلقت في بلدية زليت الأمس أعمال المرحلة الثانية من صيانة طريق الغويلات الرابط بين الطريق الساحلي ومصنع الإسمنت غرب المدينة، وأوضحت البلدية أن عملية الصيانة في مرحلتها الثانية تتمثل في كشط وإزالة الطبقة الإسفلتية للطريق التي يعاني من ترد في بنيته بسبب الضغط الكبير الناتج عن حركة شاحنات النقل الثقيل الواردة إلى مصنع الإسمنت. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. البرلمان يعلق جلسته إلى الاثنين القادم ويبحث طلبة برلمانيين بسحب الثقة من الحكومة. كوفيتش من الرباط يؤكد دعم الأطراف الليبية وصولا لانتخابات 24 من ديسمبر. هراوة جمعت قبيلتي ورفلة وولاد سليمان ومنها أعلنتا مجموعة من الثوابت الوطنية. ثورغاء تحتج على قرار إنشاء منطقة حرة داخل الحدود الإدارية للمدينة ووقفة احتجاجية بالخصوص.
مشاهدينا إلى هنا نصل لختام نشرة الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.